نادي الزمالك عمل البطولة في الحقيقة كمجمل عمل بطولة هايلة. يعني برغم ان النهاردة التعادل وكان الأقرب الزمالك ان هو يفوز في الحقيقة وخرج من البطولة بشكل مشرف. يعني النهاردة الزمالك بيخرج من البطولة العربية رغم ان المجموعة صعبة جدا. مجموعة النادي الزمالك هي المجموعة الوحيدة اللي التأهل فيها كان لآخر لحظة بالظبط. يعني في ناس تأهلت من تاني ماتش لكن النهاردة لغاية آخر 5 دقايق مش عارفين مين الأول ومين التاني، وممكن تتقلب الآية وممكن النصر يكسب يبقى أول يعني حاجات كتيرة جدا. لكن الزمالك في المجمل بظروفه الحالية، ظروف الزمالك صعبة يا بركات طبعا. يعني التدعيمات لسه بنلعب السكواد الكامل، يعني انت عندك 13 14 15 لعيب ممكن تلعب بيهم. السكواد بتاع النصر سكواد جامد جدا النهارده بيلعب بيه، وشوف احنا من الدوري، شوف من الدوري الانجليزي جايب وكريستيانو رونالدو وماني وناس كتيره وناس ليها خبرات. افهم من كده يا كابتن ان انت ممكن يكون برضو رايك كان من راي ناس كتير قوي، يعني الزمالك بظروفه دي كلها كنت ممكن تكون شايف ان البطوله العربيه في ظل كمان صعوبه المجموعه ان الدنيا هتبقى صعبه او اسوأ من كده بكتير. قبل البطوله احنا كلنا كنا قلقانين، قلنا كبدايه الاتحاد المنستيري في المتناول، وفي الحقيقه الزمالك يمكن بدا بدايه موفقه جدا وكسب 4 في اول ماتش، وكانت بدايه يعني بتقول ان نادي الزمالك هيكمل الادوار الثانيه. في الحقيقه برضو مستر اسوريو هو راجل مدرب، احنا بقى مش هنعمل زي ايه الجمهور يكسب ماتش يبقى احسن مدرب، مش الجمهور، يعني الجمهور بيفهمه كل حاجه لكن مش هنبقى الجمهور دايما بيبقى عنده جمهور عاطفي عاطفي. يعني انا حتى على جروبات كتيره جدا من نادي الزمالك في ثانيه اسوريو هايل كره في العارضه تطلع يبقى ما عندوش فكره. أيوة. مش عارف، لا هو كده الجمهور بيتفاعل مع الماتش ومع المواقف ومع الاحداث ومع الفوز ومع الخساره ومع التعادل. لكن عايزين نقول حاجه، مستر اسوريو بدا ب 3 2 4 1 اول ماتش بطريقته المعتاده، وفي الحقيقه عمل شغل حلو قوي في الاتحاد من السيري، وكلنا سقفنا له وكلنا اثنينا على اداء نادي الزمالك في البطوله، وكل خصوصا اللعيبه ادت الخطه كما يجب، يعني بالحرف اعتقد في ماتش الاتحاد المنستيري. يعني انت فوز باداء بمتعه بشغل عالي في الملعب، والاتحاد المنستيري برضو مش فريق سهل، لكن انت فزت عليه النهارده الشباب بيكسبوا بصعوبه 1-0. فاذا نادي الزمالك ادى الماتش الاولاني على اعلى ما يكون. جينا على الماتش الثاني اللي هو الشباب، ابتدى مستر اسوريو، ودي برضو من الحاجات ممكن نعملها كمدربين ان انت ممكن تغير الطريقه، بس في ساعات يا بركات اما انت بتغير الطريقه من ماتش لماتش على طول، يعني 3-2-4-1 وبعدين تيجي تلعب الماتشين اللي بعديهم على طول 4-3-3، هنحترم وجهة النظر دي تماما خلاص، ان كل مباراة محتاجة الشغل بتاعها والتاكتكس بتاعها بالنسبة للظروف المنافس وبظروف اللي انت فيها والسكواد والكلام ده كله.